مع انه فيها كتير سعرات حراريه بس مش مشكله يعني مش قوي، لا هي بس عشان اتقلت، انما لو اتعملت مشويه ما فيهاش كتير. دلوقتي هنحط البارميجان برضو بس على الجاجة. وهلأ لحالها بتسيح الجبنة؟ هندخلها الفرن شوية، أو لو ممكن نحطها على النار ونغطيها. تقريبا قديش وقت بتتركيها بالفرن أو على النار؟ 3-4 دقايق، مش كتير. خلاص هي كده تمام. تمام، فرنة جاهز أكيد طبعا. درجة الحرارة بتستعمليها تقريبا قد ايه؟ ما هي دي مش حاجة بتستوي، فأنا بحطها عالية علشان تخلص بسرعة. 160 تقريبا ولا أقل؟ لا 160 دي أوطى حاجة. أوكي 220 علشان بسرعة تخلص. دلوقتي نعمل الكيكة. فأول حاجة عملناها ايه؟ قطعنا الفراولة. أوكي كده، وهنحط الجيلو هنا، بس انا علشان الجيلو ما يطلعش بره حطيت الفويل جوه وطلعته من هنا علشان ما يتسربش الجيلو لبره. والجيلو كيف تعمليه بس؟ زي ما هو مكتوب في، لانه كل جيلو وزن معين، فكل واحد مره في كوبايتين مره في كوبايتين ونص. فدي دايما قللي في الكيكه دي من العيار بتاع الميه نص كوبايه، لان انت هتحط الكيكه فوقيها فهي الجلو هيشيل الكيكه، فلازم يبقى اجمد شويه من العادي. فلو مكتوب المي. كوبايتين نحط تقريبا كوبايتين الا ربع. فدلوقتي هنحط الجلو وندخلها الفرن، الثلاجه، الفريزر. قديش بتركيها بالثلاجه؟ يوم كامل؟ لا بس الجلو يجمد، بس الجلو يجمد بنكون احنا عملنا الكيكه تقريبا بساعه او اقل. لا في الفريزر اقل. اوكي نص ساعه بالكثير نبتدي نعمل الكيكه. يعني حطينا اول شيء الجيلو او صوص الجيلو، مرقه الجيلو على الفراوله اللي قطعتيها، وقللنا من عيار الميه نص كوبايه بالضبط. هلا ننتقل لطبخه الكيك الاصليه. هنحط، حطينا السكر كوبايه، كوبايه سكر، والزيت 3/4 كوبايه. يعني تصوري غادة عملتي يمكن اكلتين بخلال نص ساعه او اقل، بيخلص بسرعه الاكل، وحتى المكونات مش كثيره وموجوده عندنا في البيوت، كل حد عنده هاي المكونات تقريبا. يعني حلو ان انت تطلعي اكل حلو من المكونات المتاحه عندك، يعني مش لازم تروحي تجيبي مكون مخصوص عشان تعملي اكله معينه وتقعدي سنه تانية على ما تعملي الاكله تكون اللي انت جبتيه ده باظ. والله لطيف ان الواحد يعرف اكلات من المكونات اللي موجوده في البيت. هنحط البيض واحدة واحدة طبعا. نحط البيض بيضة بيضة. بالبيت عندك غادة بتتفنني بالطبيخ؟ بتجربي على اولادك الاكل؟ طبعا اول الضحايا. بالضبط اول الضحايا. بس شكلهم مبسوطين، ما اظن انهم متغلبين. مبسوطين بس بيغلبوا، يعني لو يوم مثلا قلتي مش عايزة اطبخ ولا بيغلبوكي لانهم اتعودوا على طبخ ونفخ كل يوم. مش اي اكل يعني. هم 4 بيضات اعتقد. اربع بيضات. بعدين معوداهم على حاجات معينه، يعني مثلا بكره مولد النبي، كل سنه وانتم طيبين طبعا. فمثلا لازم راس السنه الهجريه في مولد النبي لازم نعمل اكل ابيض واخضر. مظبوط. عشان تبقى السنه بيضة وخضرة. فالنتاين احمر. فالنتاين احمر. بس انت غدا ما استعملتي الكريمه مع الصوص ولا بعدين؟ نسيتها. اوكي مش مشكله. ما هي ممكن بيها وممكن من غيرها، فاحنا قلنا اختياري. نخلط المقادير مع بعض. بعدين بنحطهم ودايما في الاخر خالص نحط شويه فانيلا. انا دايما بحب اعير الفانيلا بالغطا. يعني هو الغطا هو عيار ال. والبيكنج باودر. البيكنج باودر انا خلطته مع الدقيق. الاكله الاولى حطيتيها بالثلاجه، الاكل لساتها بالفرن مثلا. يمكن خلص الوقت عليها ولا لا؟ اشوف ال. شوفي لازم تكون الجبنه سايحه مظبوط. هي الاكله مستويه بس الجبنه لازم تسيح. لسه بدها شوي، لازم تسيح على الاخر صح؟ هنحط الدقيق برضو شويه شويه. والكيكه دي زي ما قلت لك هي كيكه عظيمه، يعني تتعامل مره اتعلمتها من قريبتي.
بتعمليها مع اي حاجه، ركبي عليها اللي انت بتحبيه. اوكي، هلا لما تخلطيهم مع بعض، بس يمكن اللي ما شافونا غاده بالبدايه بدنا نعيد لهم مقادير الكيكه مره ثانيه، يمكن نحطها كمان على الهواء. كيكه الفراوله بنستعمل فيها كوب سكر، 2 كوب طحين، ملعقتين صغار بيكنج باودر، 4 بيضات فانيلا، 3 ارباع كوب حليب، 3 ارباع كوب زيت، 1 جيلو فراوله، فراوله طازه، كيس كريمة بودرة، ونص كوب كريمة. كريمة البودرة غدا لإيش؟ علشان تحطي، لو حبينا نقسمها من النص ونحشيها بالفراولة وبالكريمة. أنا بحب الكريمة البودرة، بحب أضربها بالكريمة بدل اللبن، بدل الحليب. بدل الحليب. لأن الكريمة بتدخن لما بتضربيها، فبتدي كثافة أكتر للكريمة بالزبط. البودرة وطعمها أحلى وأدسم، وخلاص بدل عاملة حاجة دسمة دسمة، اعمليها دسم صح. بالظبط. طب غدا، كيف الواحد ممكن يقسم الكيكة ويحط المحشي جوا؟ شوفي، هو في حاجات مخصوصة في السوق، في حاجة كده بتبقى زي بتبقى عامله كده وفيها زي خيط نايلون او حديد، بتتقطع بتمشي مظبوط، بتعيري الليفل اللي انت عايزاه وبتمشي كده. في حاجه تانية اسهل، ممكن تحطي خله السنان داير ما يدور، وبتمشي بالسكينه عليها كده علشان ما تبقاش معوجه من حته وعاليه من حته. بالظبط. ففي اكتر من طريقه. هلا ايش بدنا نضيف؟ اللبن اخر حاجه، الحليب اللي هو الحليب. وخلصت خلاص كده الكيك. خلاص هي كده الكيكه خلصت. يعني هي اصلا الكيكه دي انا لما اتعلمتها هي كيكه نسكافيه. كيكه نسكافيه هنعملها مره لان هي حلوه قوي. بعد ما بتتعمل كده بتتشرب بالنسكافيه وبتحط على الوش كريمه وكروكان. كريم شانتيه وكروكان، بتطلع حلوه قوي. يعني تقريبا كل الكيك نفس البدايه تقريبا، يعني بيض. ما انت لازم يبقى عندك سكر. قاعده كيكه حلوه ناجحه تاخديها بقى تشتغلي بيها في بقيه الحاجات اللي بتعمليها. يعني ممكن نستعمل كيكه برتقال، نغير فراوله ببرتقال ونحط التوبينج يمكن برتقال مبشور معاه مثلا. تبشوري برتقال وتحطي معاها. خلاص هي الكيكه كده تقريبا. هيك خلصنا الكيكه، هلا بنحطها. هنحطها، انا استعملت صنيتين نفس المقاس. اوكي. او ممكن تستعملي صينيه واحده بتخبزي الكيكه وبعدين بتشيليها، وبعدين في نفس الصينيه بتعملي الجيلو والفراوله، وبعدين ترجعي الكيكه فوقيه تاني. هلا بنحطها بالفرن بدرجه حراره كمان 220؟ لا 180. 180. اغلبيه الكيكات الا مثلا زي كيكه الفوندون اللي هي بتبقى من جوه سايحه الشوكليت، اغلبيتهم على 180 تقريبا. خلصت. خلاص. في الايد أول شيء بتطفي عليها ولا لا؟ لا. يا سلام. ونحط الكيكة. بس هلا ممكن نضيف كريمة إذا بدنا، مزبوط؟ ممكن نضيفها على الصوص الأحمر. إذا بتحبيها تكون بينك أو زي ما قلت روزي أو وردي. تحطي كريمة مع سلطة الطماطم. وهي الرز جاهز وهي الاكل جاهز. نشوف يمكن الشكل النهائي. حتى طريقه وضع الطعام في داخل الصحن مرات بتكون بتخلي الواحد هيك طبعا العين يتحمس للاكل اكتر. العين بتاكل فعلا. ودي الفراخ بالبارميجان. اكله ايطالي لذيذه جدا، كلكم لازم تجربوها. وسهله جدا. الكيكه بقى دلوقتي المفروض يكون الجيلو جمد. مفروض. فبعد ما بيجمد الجيلو بتخلص الكيكه، بنجيب الكيكه بنقسمها من النص ونحط عليها كريمه وفراوله، وبعدين بنرجع نكملها على على الكيك على الجيلو، فبتطلع معانا
بالشكل ده، بس طبعا اللي احنا عاملينها لسه ما خلصتش. انت عملتيها كمان على شكل قلب. اه طبعا. ممتاز. في هذه المناسبة السعيدة غادة متواصلة فينا وعامل الكيكة على شكل قلب وحاطة فوقيها كمان الجيلو، جيلو الفراولة، بالإضافة إلى غادة الفراولة الأصلية بتكون داخل الجيلو صارت. يعني أنا أنت ممكن تحطيها من غير فراولة في النص وممكن تحطيها بفراولة، أنا حطيت لها فراولة. في كمان ممكن أنا هنا فردت حتة عجينة بتاعت عجينة سكر. هاي العجينة لإيه؟ اه عجينة سكر كده بس زينة. كيف بيعملوها عجينة السكر؟ دايما بستغرب. هاي مرات تكتب عليها هابي بيرثدي. بصي عجينة السكر دي ظاهر سر من الأسرار. بالظبط أنا هيك حسيت. فالناس بيشتروها جاهزة، فدي قطعة طلع كده عشان الفالنتاين. بس هي عبارة عن سكر وإيش؟ سكر و سر. أنت مش جاية تاخدي دروس؟ لا لازم تحكي لما تيجي شوفيها. سكر وطحين اكيد. لا طحين ايه، سكر بودره وحاجات ثانيه. راح اخذ منك المعلومه ما دخلني. وبتقدر تحطي كمان عليها هابي بيرثدي او شيء او هابي فالنتاين. اه طبعا اللي انت عايزاه، بس هو ده اكل النهارده. فاذا زي ما شفنا نحطهم جنب بعض يمكن. اوكي هاي هي أكلة الدجاج بالبارميزان والبازل اللي هو الريحان مع الكيكة الفراولة. نحكي بس بسرعة طريقة عملهم على أساس الناس يتذكروا، طلعنا لهم مقادير مرتين بس، كيف تعملي هاي وكيف تعملي هاي. الكيكة الفراولة عملنا تحت حطينا الجيلو في الصينية ومعاه فراولة، ولو عايز تحطي موز كمان معاه ممكن تحطي، ولو عايز تغيري خالص الفراولة وتحطي جيلو أناناس وتقطعي أناناس ممكن. وبعدين الكيكة أخدناها حطيناها فوقيه، ممكن تحطيها زي ما هي، ممكن تقسميه من النص وتحطي كريمة مضروبة بالكريمة البودرة والفاكهة اللي انت مستعملاها اصلا للكيكة سواء كانت اناناس او فراولة او بس بالكيكة الام الاصل اللي هي حطيتي معها طبعا الطحين، بتقدري تضيفي كمان هناك فواكه صح؟ احنا هون ضفنا فراولة لا ولا لا؟ لا ما تضيفيش معاها قبل ما تستوي. قبل ما تستوي لا، دي يعني وصفات تانية، لان لو حطيتي تفاح او حطيتي اي جزر او كده لازم تحطي بيكنج سودا علشان يقدر يرفع البيكنج باودر، مش قوي قوي ان هو يرفع سودا. الحاجات اللي جوه فدي حاجه تانية خالص، وصفه تانية خالص. يعني احنا هنا يمكن طعم الفراوله بس بالطبقه اللي فوق. لا هنا انا قسمتها من النص. انت قسمتيها قسمتها صح. من النص وحطيت جوه فراوله. اوكي ممكن عشان نقطعها نشوف نفرجي للناس كيف بيطلع شكلها. اوكي هاي تقطيع بمناسبة زي ما حكينا عيد الفالنتاين. بدنا نشوف هي جامدة شوية كده عشان حطيناها في الفريزر علشان بسرعة. تقريبا بتطلع من جوا برضه محشية مظبوط؟ هي كده بتبقى محشية من جوه، شايفة هنا؟ اوكي. غادة بدي اشكرك كثير، كنتي معنا اليوم عملتي لنا اكلتين سهلتين وسريعتين اللي هما كيك الفراولة ودجاج بالبارميزان والريحان. مشاهدينا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهاي الاكلة، يعني بنقول لكم يمكن راينا عن اكلة غادة بكره، بكره بنشوفكم ان شاء الله بصباح جديد باطلالة جديدة بدنيا دنيا، مشوار جديد رح يبدا على 8:30 بعد ساعة من طبعا دنيا الصحافة، اما ايميلنا فزي ما حفظتوه رح يطلع عندكم على الشاشة هو دنيا اندرسكور يا دنيا ات رؤيا دوت تي في، وارقام هواتفنا للبرنامج 420 35 78 او 79. بنشوفكم بكره، باي باي.